يعني المستجدات هي فيما يتعلق بالجريمة المروعة التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في مخيم جباليا في منطقة الفلوجة، حيث أطلقت الطائرات الحربية عدد كبير من الصواريخ على مربع سكني في هذه المنطقة. الحديث يدور عن تدمير بشكل كامل 9 منازل وبنايات سكنية في هذا المكان. عدد كبير من الشهداء والجرحى يصلون تباعا إلى مستشفى العودة. فرق الدفاع المدني والإسعافات والمتطوعون المحليون يعملون على إخراج عدد كبير من الشهداء والجرحى وأيضا المفقودين من تحت أنقاض هذه المنازل المدمرة. هذه الجريمة هي شبيهة بالجريمة التي وقعت يوم أمس في مخيم جباليا، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة نحو 400 مواطن في مخيم جباليا. يبدو أن إسرائيل تركز في غاراتها الدموية وحرب إبادتها الجماعية في منطقة جباليا.